مساء الخير، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يوم جديد، رجعنا لكم تاني يا جماعه. معلش الفتره اللي فاتت دي كنا مقصرين في الفيديوهات شويه بسبب ان احنا كنا بنستلم شغل، لان بندخل دفعه جديده في المزرعه. هنعرفكم من ضمن الدفعه الجديده مين الكلاب اللي معانا. ولوكا كلب هاسكي عندها مشكله نفسيه جدا، هي واخوها كلب تاني في جاي معاها في التدريب هنا. تمام، هنشوف مشكلتهم ايه وهنحل المشكله دي مع بعض. طبعا يا جماعه اصعب حاجه في التدريب الكلب اللي عنده مشكله نفسيه ومحتاج ان هو يتدرب. طب ازاي انت هتدخل دي في دي؟ لان موضوع المشكله النفسيه دي حاجه لازم تحل السلوكيات الاول وبعد كده بتشتغل تدريب. تمام، هنشوف الكلبه دي. اول حاجه عشان تدرب كلب وعشان تحل مشكلته النفسيه لازم تكون صاحب ليه، لازم تتصاحب عليه، لازم يحبك، لازم يقتنع بوجودك، لازم يبقى حابب وجودك جنبه، لازم يحب ان انت تقف جنبه. الناس اللي بتحط في دماغها او في اعتقادها ان انت عشان تدرب كلب تقل من قيمته او تهينه او تخوفه او تربكه، ده مبدا غلط. ما ينفعش، ما ينفعش خالص. لو كلب انت هتدربه وهتخوفه وترعبه ما ينفعش، مش هيتدرب. تمام، تعالوا نبدا دلوقتي. شايفين هي لما بتشوفني كده؟ تمام، شايفين بتعمل ازاي؟ مرعوبه. صاحبها قال لي امبارح يا ابو نور ساعه ما حد بيخش عندهم كده هي واخوها تجري بعيد كده وخايفه وقلقانه، وغير كده وكده كمان واخدين على الناس كلها. تعالوا نشوف كده، تعال شايفين، بصوا شايفين الخوف؟ هي قلقانه مني قوي. طبعا كلب بيتدربه اول يوم عمره ما هياكل معاك. تمام، نبدا نعمل ايه؟ نبدا نخليها تاخد الثقه، يعني تديني الامان. تمام، بنقعد كده، تعال نسيبها كده بالراحه. تمام، زي ما انتم شايفين اي كلب بيخش المكان هنا بيبقى خايف من الناس، يعني ما مش متعامل مع حد في المكان هنا وبيبقى قلقان. خد، شايفين هي مش شاغلها اكل ولا شاغلها حاجه غير ان هي تخاف بس. تعال لوكا، لوكا ما ينفعش ان انا نشد، ما ينفعش ان انا نهجم عليها كده باسلوب الاستفزاز بتاع البشر اللي هم بيعملوه. لازم نخلي الموضوع بالمسايسه، لازم نخلي الكلب هو اللي يجي لي، يعني هو اللي يكون مفضل ان يقرب مني. تعال شايفين الخوف؟ هي متخيله ان انا ممكن دلوقتي نعمل معاها مشكله. خد يلا، شايفين كميه الخوف؟ يلا خدي. طبعا الموضوع ما بياخدش يوم وليله يا جماعه، الموضوع بيكون بهدوء. تمام، ولازم الكلب يقتنع بوجودك معاه. شايفين هي كده بتشم الاكل، انا بندي لها اكل كده حتت صغيره. تعال شوفوا كده بدات ايه. ما تخافيش، ما تخافيش، ما تخافيش. طبعا الكلاب دي ما كانتش بتتربط، فبالنسبه لها ان هي مربوطه ان هي بتتعذب دلوقتي. تعال، طبعا ادي دي كميه خوف رهيبه جدا. تمام، لازم نسيب الكلب ياخد راحته خالص. كده بدات ان هي تقعد. الموضوع الثقة وحب المكان أو الاطمئنان بيجي واحدة واحدة، مفيش حد بيطمئن للمكان اللي هو قاعد فيه فجأة، لازم الموضوع بيجي واحدة واحدة. إن أول حاجة يتأكد إن مش هيتأذي فيه، أول حاجة يتأكد إن هيكون ليه صاحب أو صديق فيه. بالطريقة دي هتقدر تقرب من تركيز الكلب ومن دماغه ومن عقليته. تمام، إحنا شايفين دي كلاب داخلة عندنا بقالها فترة بيتمنوا دلوقتي إن أنا أروح نقعد معاهم كده. تمام، ليه؟ لأن هو الكلب اقتنع بوجودك جنبه، لكن كلبة زي دي لسه جاية لازم تكون هادي معاه، وبالاخص الكلب الهاسكي. الكلب الهاسكي بيحتاج ان هو يكون ليه صديق، بيبقى قلقان شويه. زي تحت، زي تحت، يلا يلا زي تحت، زي تحت، زي تحت. بيت ريتا، زي تحت، تحت 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 تحت، يلا. ها بالراحة. شايفين الخوف؟ شايفين كمية الخوف؟ طبعا لازم، شوف احنا بنعمل ازاي، بنقرب من الكلب. شايفين بنقرب منها؟ مفيش، لازم تعرف الكلب ان انت مصدر ثقة، مش موضوع قلق. والناس اللي هي بتحب تستفز الكلاب اول ما يقابل كلب يحط ايده عليه، صدقني انت كده متطفل. يعني لازم المفروض ان انت بتقرب من الكلب واحدة واحدة. تمام، كلبه زي دي احنا بنعمل معاها صداقه ممكن تقعد معانا 4 5 ايام،
ان هي تكون صديقه ليا او ان هي تكون منتظره وجودي او ان هي تكون اللي بنقول عليه كده تعارف قبل التدريب. لازم تعارف تتعرف على الكلب قبل التدريب. مفيش كلب هيقتنع بتدريبك ولا هيشتغل معاك ولا هيديك اي حاجه ولا خد. مفيش كلب هيقتنع بتدريبك ولا يشتغل معاك غير لما يبقى في تعارف، يبقى الكلب حابب اللي انت بتعمله معاه. شايفين يا كده بدات ايه؟ ان هي ما تجريش شمال ويمين. بصوا بنعدي من جنبها اللي هي بنعرفها ان انت مش في دماغي خالص، تمام؟ طبعا هنسيبها على كده وده دي مشكله برضو نفسيه احنا اتكلمنا عليها في الاول وقلنا يا جماعه بناخد الموضوع واحده واحده. تابعوا معانا ونشوف حلقات تانيه باذن الله، والفتره اللي جايه نشوف تغيير واضح.